هو حال مستعملي الطريق مسافات طويلة، خاصة أصحاب الوزن الثقيل، مع ارتفاع درجات الحرارة. ليبقى الماء والراحة السبيل الوحيد لتخفيف ضربات الشمس. ساكن في بومرداس ومقيم هنا في وهران، ونخدم ترانسبورتور مع شركة وطنية. كاين بلايس وين الإنسان يحبس ما يمشيش، كيما نقولوا فير مور الوحده الظهور هكذا، يحبس ساعه ساعه ونص ويعاود يدير بلاصه يمشي، خاطر سخانه بزاف. كاين اللي مريض، كاين اللي عيان، كاين اللي ينوض بكري، كاين اللي ما يقدرش كيما نقولوا يواسي الطريق بزاف ويشرب الماء. ونشكركم مع الدرك الوطني كيما يقولوا الهلال الاحمر والدرك الوطني وكل العمال تاعكم. لازم الحمال وكاع انسان ما يشرب الماء بزاف وما يديش لافيتاس، باسكو الصيف فيه لافيتاس بزاف. وما شاء الله طاونا الماء الله يجازيهم، طاونا الماء. ربي يخلي لنا الدرك تاعنا والهلال الاحمر تاعنا، ربي يخليهم. وفي مبادرة تضامنية للهلال الأحمر والدرك الوطني بالمحمدية، كان مدخل الطريق السيار شرق غرب نقطة لتوزيع قارورات المياه والحلويات على المسافرين. بمناسبة فني ارتفاع الحرارة، ها نحن موجودين اليوم وغد وكل يوم لفائدة الناس، لفائدة المستعمل الطريق السيار غرب، والناس اللي من الولايات الأخرى بنعطوهم الماء ونعطوهم نمونهم فني بالحلويات، ونتمنوا ونحسوهم فني باه يمشوا بدون سرعة ليوصلوا لأهلهم بسلامة وخير. ونشكروا وهذا بالتنسيق مع الدرك، مع الدرك اللي نشكرهم الشكر الجزيل اللي دائما معنا سواء الدرك ولا الأمن. يبقى شرب الماء والراحة أمرا ضروريا لمستعملي الطريق لوقاية أنفسهم من الحرارة وحوادث المرور، كنصائح بسيطة قد تجنبنا كوارث وخيمة.